السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شباب، إن شاء الله تكونوا بخير. شباب، في هذا الفيديو بدي أحكي بشكل مختصر عن أهم سؤالين أغلب الناس عم يسألوني عنهم. كيف فينا نحدد عمر طائر الكروان ولو بشكل تقريبي؟ والسؤال الثاني، كيف فينا نميز الفحل عن الأنثى بطيور الكروان؟ لهيك تابعوا الفيديو للأخير وإن شاء الله تستفيدوا. السؤال الأول شباب، كيف فينا نقدر عمر طير الكروان؟ شباب، في عدة فوارق. أول شيء الدوائر يلي على الخدود، تاني شيء طول العرف، تالت شيء منطلع على أرجل الطير، والشيء الرابع والأخير هو ذيل الطائر. خلينا نشرح بشكل بسيط. هلا بالنسبة للدوائر يلي على الخدود، شباب شوفوا فحل اللاتينو يلي على اليمين اللي دوائر خدوده كبيرة، هذا الطائر عمره فوق السنتين تقديريا، بنحسن نقدر هذا الشيء. شايفين من الدوائر شوفوا شلون كبيرة. اما بالنسبة لهدول الطيرين اللي جنبه، الطيرة الايزابيل اللي بالوسط هي صغيرة، والفحل ايضا يلي على اليسار هو صغير. فالفحل يلي على اليسار والطيرة الايزابيل تقريبا بنفس العمر، ويمكن الفحل اللاتينو يلي بطرف اليسار اصغر من طيرة الايزابيل. شباب، هاي اول شيء نحن بس عم نحكي على الدوائر. تاني شيء العرف، شوفوا عرف فحل اللاتينو شلون طويل ومعكوف. الفحل كل ما دخل بمرحلة القليش بيطلع الريش اطول، فهمتوا علي شباب؟ بيطلع الريش اطول، ولهيك كل ما كبر الطير بالعمر بيطول العرف تبعه وبصير له عكفة هيك، يعني بكون ملفوف. شوفوا اما بالنسبة لطيرة الايزابيل والفحل يلي على اليسار، شوفوا شلون عرفهم اقل اصغر من عرف الفحل يلي على اليمين. هاي شغلتين، الدوائر والعرف. الشغلة الثالثة هو ارجل الطير الكبير بالعمر بتكون خشنة وكبيرة، عليها مثل قشور. يعني هاي كمان شغلة فيكم تطلعوا عليها، كل ما كبر الطير بالعمر بتعرض اجريه وبصير عليها مثل القشور. والشي الرابع شباب هو انه الفراخ بيكون زيولة قصيرة، اما الطيور البالغة فذيلة بيكون طويل بدرجة واضحة، وخصوصا الريشتين يلي بيكونوا طوال في دنب الطائر. كل ما كبر الطائر بالعمر هذول الريش بيكونوا اطوال. طبعا هذا الجواب على السؤال الاول شباب. اما بالنسبة شباب للتفريق بين فحل وانثى الكروان، في عدة علامات بيعتمد عليها المربين الخبيرين للتفريق بين الفحل والانثى، وفي علامة ايضا قليل من الناس بتعرفها، انا راح ابدأ فيها، واللي هي شباب عيون الطيور. شوفوا شلون الطيرة عينها مدورة وقريبة من المنقار، اما الفحل عيونه بعيدة عن المنقار. شايفين شباب؟ انتبهوا على هذا الشيء لما بتكون تشتروا. هاي العلامة طبعا بتختلف من طير لطير، ولكن 90% بتكون صحيحة. وهي امامكم يعني الفحلين اللاتينو، شوفوا شلون عيونهم بعيدة عن المناقير، اما بالنسبة لطيرة الايزابيل فعينه قريبة من المنقار. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني شباب هو ارجل الطيور. شوفوا شلون الفحولة المسافة بين الارجل تبعها صغيرة، اما الطيرة لما بتوقف بتكون الفتحة بين الارجل عندها اكبر من الذكر، طبعا لانه الطيرة بتبيض فبتكون فتحة الحوض عندها اكبر من الذكور. هذا الشيء الثاني. اما الشيء الثالث شباب اللي فينا نعتمد عليه هو التغريد. دائما الذكور بتغرد، حتى الفراخ يعني الكروان بتغرد، بتبلش التغريد بعمر الاربع او خمس شهور، اما الاناث بتكون تغريدة على شكل صيحات متقطعة، ولو غردت بيكون تغريدة مو مثل الفحل. فالتغريد فينا نعتمد عليه للتمييز بين الفحل والأنثى أيضا. شباب لهون بكون الفيديو خلص، إن شاء الله يكون نال إعجابكم. بتمنى قبل ما تغادروا الفيديو تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.